البطوله كان النتائج حلوه، النتائج عاليه جدا يعني، لكن 11 فريق لاول مره في التصفيات، يمكن ده شويه كان مخلي المأمورية بالنسبه لك فيها نوع من انواع الغموض يعني. دي حقيقه. لا البطوله غامضه طبعا، احنا اول مره نشارك في تصفيات، ما نعرفش حتى مستوى الفرق عامل ازاي، مش عارف خالص. ترتيب عشان 11 فرقه او دي اول مره تحصل فعلا. قسموها ثلاث مجاميع باعلى سكور، يعني اللي ياخد اول يترتب من 1 لـ8، يعني مثلا هياخدوا الاول في كل مجموعه ويحطهم اول ثاني ثالث، فبقى كل فرقه بتتصارع مين يعمل اعلى سكور عشان ياخد اول. احنا كان اول يوم بالنسبه لنا احنا كجهاز فني، كان هو اتفرجنا على كل الماتشات ومحددين اتجاهنا رايح فين، هو ده كان الفيصل بالنسبه لنا. نعم. انما الحمد لله البنات كانوا رجاله. ما بحبش البنات الرجاله دي. لا لا، قول على قد المسؤوليه. قول له بقى شويه. البنات كانوا جدعان، يعني يقول لك يا واحد بيعلق لي على ماتش كوره، يقول لك يا ولد يا ولد ايه بنت قدامي. لا يا بنت يا جدع. لا لا رجاله. البنات لا، البنات كانوا جدعان. اقوى من البنات شويتين رجاله. خلاص لو انتوا رايحين انا ماليش دعوه. وحوش. انا دافعت. كانوا وحوش. وحوش. وحوش حلوه دي. كانوا قدوا المسؤوليه وقعدنا معاهم في اول يوم ان الميتنج الفني قالوا الاول باعلى سكور. نعم. لما اتفرجنا على الفرق لقينا فرقتين رواندا فرقتين محترمين جدا. كل فرقه جايبه معاها 4 محترفات فعلا. فرقه كينيا الكي بي اي تقريبا برده معاها 4 محترفات، فالبطوله بقت صعبه وبياخدوا اول وتاني. احنا عرفنا التالت دي في اخر ماتش في البطوله. فكان لازم يبقى في اعلى سكور. وعايزين نودي فرقتين رواندا مع بعض في الدور قبل النهائي. اوكي، مشي قبلونا. حلو. والحمد لله. مشي في الاتجاه اللي احنا عايزينه يعني.